ومع اشتداد قصف الطيران على مواقع عسكرية وتجمعات الحوثيين في صنعاء، كشفت هذه العمليات حجم الترسانة العسكرية المحشورة في المدينة الآهلة بالسكان. التفاصيل في التقرير التالي. فداحة أن تعيش فوق مخزن بارود، لا شك بأنك تدفع الثمن. تبدو هكذا حالة سكان العاصمة صنعاء اليوم، زاخرة بالسلاح والرصاص، لكنها تعاني من نقص حاد في المواد الأساسية والأغذية والطاقة الكهربائية والوقود والدواء. مع اشتداد قصف الطيران لمواقع عسكرية ومستودعات أسلحة يحشرها الرئيس المخلوع منذ عقود داخل العاصمة ومحيطها، تتضاعف معاناة الناس وتشيع شكواهم من تعقيدات الحياة. الله يتولى عقوبته، من هو السبب؟ هان والشعب كله ولا الشعب المسكين. ومن إقفال المحال التجارية ومستودعات القمح والمخابز وتوقف الحركة في أكثر من قطاع. اليوم يدخل أبناء العاصمة والمقيمين فيها مرحلة غيبوبة فعلية، ليس من مخلفات القصف وحده، لكن أيضا غياب الخدمات والاحتياجات الأساسية فاقم من مشاكل الأهالي في ظل شلل شبه كامل للمؤسسات الخدمية وغياب الأمن وتحويل صنعاء تدريجيا إلى عاصمة أشباح. للحرب إذن صور أخرى في ظل استمرار القصف من السماء ومضادات الطيران من الأرض، وأقصر الطرق للهروب من كل ذلك نزيف النزوح المستمر داخليا وخارجيا.